بوجود المكيفات الآن في المساجد، هل يستحب الإبراد في الظهر أم لا؟ الآن اختلف الوضع، كانوا في الأول يقيلون ينامون قبل الظهر يتقون الحر ويستظلون، أما الآن ما شاء الله الناس جاهشين في الشوارع وفي المكاتب ما في قيلولة قبل الظهر، اختلف الوضع الآن، يصلون من أول الوقت لأنه زال السبب، ما عاد الناس الآن يرتاحون، زال السبب اللي من أجله يشرع الإبراد.